وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أشكوك وزملائك في المدرسة ما شاء الله تبارك الله، من خيرة الزملاء ومن خيرة الأساتذة. والآن أنا اطلعت على أعمال رائعة جدا جدا لأبنائنا الطلاب، فشكر الله لكم وكتب الله لكم الأجر سليما، أنت والزملاء جميعا. أسأل الله أن يبارك في جهودكم، أستاذ محمد، أستاذ مصطفى، يعني كلكم ما شاء الله تبارك الله عملكم يعني رائع ومثمر حقيقة مع أبنائنا الطلاب. أسأل الله يوفق أستاذ أيمن، يوفق أبنائك الطلاب. أسأل الله أن يبارك فيكم، كيفكم يا أبنائي؟ يسمعونني؟ ما شاء الله ما شاء الله رائعين، استمعت إليكم ما شاء الله أبطال أبطال. كيف لا وأستاذكم الأستاذ أيمن ما شاء الله، أنتم يعني كلكم بتكونوا رائعين. نحن أستاذ كويس كويس ما شاء الله. ومدرستكم رائعة جدا، مدرسة أنجار الصفوة من المدارس المميزة يا أولادي. وفقكم الله وأصلحكم الله، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى مستوى إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا أستاذ أيمن. آمين. الله يوفق، الله يوفق ويوفق أبنائك والطلاب كل خير. شاكرين وقد جيد لكم إن شاء الله. استودعك الله، السلام عليكم ورحمة الله. واجعل ما تقدم في موازين حسناتك إن شاء الله. وأشكركم يا أبنائي على هذا التفاعل الجميل وعلى هذا الترحيب منكم ما شاء الله تبارك الله، يعني رحبتم بالأستاذ ورحبتم بي، فهذا شيء جميل وهذا يدل على تربية وحسن أخلاق منكم. أسأل الله أن يحفظكم لوالديكم ويجعلكم ذخرا إن شاء الله لهم، وما شاء الله تبارك الله أهنيكم بهذه المدرسة الجميلة الرائعة، قائدا ومعلمين ومرشدا طلابين ما شاء الله تبارك الله. الزملاء هنا قمة الروعة، فهي يعني حقيقة يعني شيء جميل وتشكرون عليه. وأستاذ محمد ما شاء الله تبارك الله صاحب الخبرة العريقة في مجال التعليم في مجال التربية، لك مني كل الشكر والتقدير والدعاء أيضا. ندعو لك بجزيل الأجر إن شاء الله، وندعو لأبنائك الطلاب بالتوفيق والسداد، وهؤلاء أبنائنا ونحن كلنا لأجلهم. أسأل الله أن يوفقكم يا أبنائي ويطرح فيكم البركة ويحفظكم إن شاء الله، يوفقكم لكل خير ما شاء الله. البطل هذا اللي جاوب في الأخير، أي من أنت يا بطل اللي جاوب في الأخير؟ نبيل عبد العزيز. أنا أستاذ عبد العزيز النعماني. ممتاز يا عبد العزيز يا حبيبي. يا عبد العزيز الفاعل يكون في أول الجملة فعلية، صحيح يا عبد العزيز؟ خطأ، الفاعل ثاني جملة. يا سلام. طيب يا عبد العزيز يا بطل أعطني مثال وجملة تثبت كلامك هذا، أي مثال أو أي جملة تثبت هذا الكلام؟ يلو يكتب محمد أيوة الدرس، يكتب محمد الدرس. ممتاز، يكتب محمد يكتب فعل، يكتب فعل ومحمد الفاعل. والدرس لسه ما درسوها لسه جاوبها. ها مالك تقدر ها 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 قول يا عم معاذ. معاذ يجاوب. يلا يلا معاذ. يكتب الدرس، الدرس بيقول عليه ايش يا معاذ؟ افعول به. الله ممتاز بطل يا معاذ. هذا طبعا ما بعد اخذناه، لكنك ما شاء الله تبارك الله يعني سبقت يعني الموضوع واجبت اجابه جميله يا معاذ، وشكرا لمن اجاب سابقا وهو من هو محمد نبيل. ممتاز ابطال ابطال ما شاء الله ابنائك والله رائعين يا استاذ محمد، وكيف لا وانت استاذهم أستاذهم صاحب الخبرة العريقة وأب بالفعل، تتعامل معهم كأب، وأشكرك على كلماتك الجميلة لهم وتعزيزك المستمر لهم، وهم والله يحتاجون منا هذا الشيء. أسأل الله أن يوفق أبنائنا الطلاب ويوفق يعني الزملاء المعلمين ويكتب لكم الأجر إن شاء الله. يا أستاذ محمد أنا سعيد بكم وسعيد بهذه الزيارة، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد.